كوكو لي زامي، صافاش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، على التعليقات ديالكم اللي زوينه بحالكم. واليوم كنعطيكم واحد التحيه من مدينه اللي عزيزه على قلبي بزاف بزاف بزاف، واللي كنتمناكم تزوروها بيان سور في اقرب وقت. وأحلى تحية من العاصمة الإسماعيلية المغرب اللي أكيد تكونوا عرفتوها جميع، وهي مدينة مكناس. مدينة مكناس اللي فريمون كنحبها بزاف وكنعشق هذه المدينة بما لا شك فيه. أتسولوني كلكم شنو السبب اللي خلاني نزور مدينة مكناس هذا النهار؟ الحقيقة كانت زيارة غير متوقعة. شنقول لكم بالنسبة لهذا الفلوغ اللي بغيت نشارك معكم اليوم، يكون 100% فن تشكيلي. افتتاح المعرض الدولي تحدي الحب للفنان العالمي الدكتور محمد المريطني، اللي كان يوم الجمعة 21 يناير بدار ثقافة محمد المومني بحمرية بمدينة مكناس، واللي شاركوا فيه العديد من الفنانين التشكيليين من جميع أنحاء العالم. يعني ما كانتش مشاركة مغربية 100%، بل كانت مشاركة مخضرمة. ومن ضمن الفنانين والفنانات المشاركين كانت الفنانة التشكيلية الكبيرة هدى بن جلون، واللي رافقتها واللي اكتشركت باللوحة تعبر عن شخصيتها. فعلا الفن التشكيلي والفن التجريدي فعلا فن له أبعاد كثيرة، وأنا حبيت المعرض، حبيت المشاركات. يعني فعلا كانت مشاركات جد مشرفة وجد قوية، اللي فعلا استمتعت وكنتمنى بيان سور نشارك معكم معارض اخرى ان شاء الله. فهذه كانت اول مشاركه ليا مع الاصدقاء ديالي، فبكثر ما حبيت يعني ما حبيت المعرض وحبيت يعني جميع اللوحات المشاركه. يعني كل لوحه كتحكي على نفسها، يعني كبحال كنقولوا كل فنان كيهضر على راسو بديك الطريقة. ففعلا حبيت يعني حبيت كل شيء. يعني كان المعرض في الحقيقة كان معرض موفق، وتبارك الله عليهم وعلى المنظمين وعلى اللجنة. يعني فعلا كانت منا التوفيق للجميع، فقلت ضروري نشارك مع الأصدقاء ديالي، نشارك معهم هاد الفلوغ، وكنتمنى يعجبكم. أما بالنسبة للفنان العالمي الدكتور محمد المريطني، فهو فعلا وجه مشرف للمغرب. يعني بالنسبة للمساندة ديالو للشباب الفنانين، الدعم ديالو، فكنشكرو من هاد المنبر، وكنتمنى يكونوا الناس بحال هكا كوجهة مشرفة لنا. يعني كفانا على أننا نهضرو في شي حوايج لا علاقة، خاصنا نهضرو بحال هكا على فنانين، على أطر، على كتاب أدباء. يعني فعلا كنتمنى ليه مسيرة موفقة إن شاء الله، والله يكبر بيه وكيف مشرفنا، وبيان سو كيف ما مشرفينا جميع الشباب. لو حبدا اننا مرة نقدم بحال هاد النماذج المشرفة للمغرب. يعني نماذج فعلا كتشرفنا، كتستحق الشهرة الكبيرة، وكتستحق الاستمرارية، وكتستحق الدعم، الدعم المعنوي.
لن يفوتنا أن نأخذ رأي الفنان العالمي الدكتور محمد المريتني في معرض تحدي الحب، فأكيد رأيه يهمنا في لوحة الفنانة التشكيلية المبدعة هدى بنجلون. شكرا استاذ، شكرا. أكيد شهادة دكتور محمد المريتني شهادة كيعتز بها أي فنان. كانت من الفنانة التشكيلية هدى بنجلون مسيرة موفقة، وكانت منها توصل داكشي اللي بغاتو وتحقق ذاتها، لأن ما شاء الله يعني عندها لوحات وأفكار وأعمال، يعني ما شاء الله. وكانت منها نتلاقاوها في معارض قادمة إن شاء الله بأعمال جديدة، وكيف العادة وكيف ما عودتكم نديرو جولة صغيرة في المعرض ونوريكم اللوحات المشاركة الأخرى، وبإذن الله نوريكم شنو درنا في آخر الفيديو، يعني كيف كانت آخر النهار ديالنا كي داز. وبقاو معايا للنهاية. دابا كنرتاحو شويه من بعد ما جاتك الاجواء كثر المعرض، كي جاتك المشاركه ديالي تبارك الله عليك، تشوف الحلقه كامله ان شاء الله وقناتي. ميرسي ربي يحفظكم. حتى كوثر تلقاو الحلقه كامله عندها في القناه ديالها في اليوتيوب كوثر بنجلون، انضموا مرحبا بكم كاملين. اختي ديالي القناه ديالها قناه زوينه، نشوفكم ان شاء الله. كل مزوجه فيك. واخيرا دابا نشدو الطريق للرباط. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني بلايك ابوني وتفعيل الجرس، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. او بالنسبه للقناه ديال الاخت ديالي هدى بنجلون تلقاوها في صندوق الوصف، هي وانستغرام، وما تنساوش تدوزو كاملين على انستغرام. يلا تحياتي، شكرا لكم على المتابعه. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا
الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.